يلا نعمل مع بعض أسهل وأسرع طريقة الزبادي بمكونات بسيطة جدا، ووفري أكبر كمية من الزبادي. أول حاجة معانا هنحضر الكوبايات اللي هنعمل فيها، والكمية اللي انتي حباها ممكن تعمليها عادي. بتجيبي علبة زبادي بلدي أو زبادي عادي اللي انتي عايزاه، وهتبدأي تفركيها وتقلبيها كويس جدا. في خطوة بقى مهمة قوي، بعد ما نحط الزبادي في الكوبايات هنعمل ايه؟ هنجيب مية مغلية وهنحط في الصينية من تحت، هنحط شوية مية مغلية في الصينية من تحت. وبعد كده دي بقى ايه الطريقة الصح اللي بتتعمل بسرعة ويبقى معاكي ماسك وجامد. وبعد كده هتغطيه بصينية تانية وهتحطيه في الفرن لمدة 3 ساعات او 4 ساعات لحد ما يكمد خالص، وبعد كده هتحطيه في التلاجة وهتستنيه لحد ما يكمد خالص ويبقى جاهز معاكي. وهوريكو برضو شكله بعد ما خرجته من التلاجة عامل ازاي. بعد ما خرجته بقى من التلاجة القوام بتاعه ماسك حلو قوي، بس ما تنسيش تغطيه وتحطيه في الفرن بقى 2 3 ساعات وبعد كده تحطيه في التلاجة. والفرن تبقي مدفياه وطافية العين بعد كده. بصوا بقى القوام بتاعه زي الزبادي واحلى. وهتوفري دلوقتي الزبادي بقى غالي، هتوفري اكتر بكتير. وكمان هوريهولكو وهبدأ اخده بالمعلقة وأوريهولكو برضو حاجة كده حلوة قوي. ولو عايزة تعمليه بالفراولة ممكن تحطي عليه فراولة عادي، بصوا ما بيقعش منك اهو، يعني حاجة حلوة قوي. وكل ما تسيبيه في التلاجة كل ما هتلاقيه مسك اكتر واكتر. حلو جدا، جربوه كلكم ورمضان كريم عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولو عايزين اي وصفة جديدة او اي طريقة اكتبولي في الكومنتات وانا اوريها لكم. بصوا بقى هنا القوام بتاعه عامل ازاي،
يعني احلى واسرع طريقة زبادي، مش هتاخد معاكي وقت خالص، وبلبن وبعلبة زبادي واحدة هتعملي اكبر كمية زي ما انت شايفة كده.